أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي الزملاء، اليوم نجد أنفسنا في عالم يبدو أكثر انقساما واستقطابا وأكثر غموضا مما كان عليه لفترة طويلة. النظام الدولي كما نعرفه يواجه تحديات هائلة. بالنسبة لبعض الدول يبشر ذلك بالخير بما يحتوي على وعد بأن الأمور ستتحول أخيرا، ولكن يشعر آخرون بالقلق، ليس فقط الديمقراطية الغربية إذ يتم انتهاك القانون الدولي. قد تكون حرب روسيا العدوانية الإمبريالية ضد أوكرانيا المثال الأكثر وضوحا، لكنها ليست الوحيدة، فالانتشار النووي أيضا يشكل تهديدات متزايدة. كل ذلك في حين أن تغير المناخ وعواقبه تهدد أسس الطريقة التي نعيش بها. لذلك نواجه اليوم سؤالا أساسيا، وهو كيف يمكننا أن نعكس تحولات القوة التي يمر بها عالمنا في الوقت نفسه نحافظ على النظام الدولي في القرن 21. بالنسبة لي الجزء الأول من الإجابة هو يتعين على أي نظام دولي فعال أن يعكس تعدد الأقطاب في العالم. البلدان في آسيا وإفريقيا والأمريكتين تشهد زيادة في عدد السكان وفي قوة اقتصاداتها. لقد سلم مئات الملايين من الناس على مستوى العالم من براثن الفقر وانضموا إلى الطبقة الوسطى العالمية لديهم كل الحق في نفس المستوى من الرخاء والمشاركة والتأثير العالمي الذي يتمتع به المواطنون في أوروبا وأمريكا الشمالية. لذلك فإنني أؤمن بأنه لا يجوز أن يكون هناك نظام عالمي بدون تمثيل ومشاركة عادلين. وبوصفنا مسيرين مشاركين لميثاق المستقبل، فإننا نحن ناميبيا وألمانيا نستلهم بهذا المبدأ ونعمل بلا كلل للتوصل إلى أفضل توافق ممكن في الآراء على مدى عام تقريبا من المفاوضات الحديثة. اختارت ناميبيا وألمانيا نهجا شاملا من خلال تعاوننا مع المجتمع المدني وأصحاب مصلحة آخرين، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر أصدقائنا في ناميبيا على هذا التعاون الممتاز الذي قرب بلدينا من بعضهما البعض أكثر. فيظهر هذا التعاون أيضا أن ما يمكننا أن تحقيقه عندما يتكاتف شريكان مختلف أنحاء العالم بأهداف مختلفة ولكن بمبادئ مشتركة. شكرا لك الرئيس مبومبا صديقي نانغولو على تعاونك وثقتك وصداقتك. الزملاء الأعزاء، بعد جولات متعددة من المفاوضات الخبر السار هو أن تتفق الغالبية العظمى من دول العالم على الأهداف التي يجب أن تسعى البشرية إليها. نريد عالما آمنا سلميا عادلا متساويا شاملا مستداما ومزدهرا، عالم يضمن الرفاهية والأمن والكرامة وصحة الكوكب. في أقل من أسبوعين ستقدم قمة المستقبل والميثاق الذي نريد أن نختتمه هناك فرصة فريدة لاتخاذ خطوة هامة نحو هذا الهدف. من خلال ميثاق المستقبل نريد الالتزام بالتعاون والشراكات رغم الصراعات والتحديات. نريد استعادة الثقة في مؤسساتنا المشتركة، ونريد أن نتفق على إجراءات ملموسة لمستقبلنا المشترك. سنعيد التأكيد على التزامنا المشترك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وخطة عام 2030 واتفاقية باريس وحماية حقوق الإنسان. كما سوف نلتزم بإصلاح مؤسسي أساسي للنظام الدولي، لا سيما مجلس الأمن الأممي والهيكلة المالية الدولية. سيمكن ميثاق المستقبل الأمم المتحدة أيضا من أداء مهامها الأساسية بشكل أفضل، ولكن الاتفاق على ميثاق المستقبل يمثل فرصة أعظم، وهي فرصة تجاوز الأهداف الفردية التي سعينا جميعا لتحقيقها أثناء المفاوضات. يوفر لنا هذا الميثاق فرصة لتغيير سرد الانقسام والاستقطاب وعدم اليقين. فهو يتيح لنا فرصة لنظهر للعالم أن التعاون لا يزال مجديا، وأن تعددية الأطراف فكرة حية، وأن التضامن العالمي قائم. أعلم أنه حتى في الوقت الراهن حيث نرى خط النهاية أمامنا لا تزال هناك بعض الاختلافات التي يتعين علينا تجاوزها في المفاوضات الجارية.
إذ أتحدث باسم ألمانيا يمكنني أن أؤكد لكم أننا ملتزمون تماما بالقيام بذلك. أشجعكم جميعا على مساعدتنا، ليس هناك الكثير لنخسره ولكن الكثير لنكسبه. معا يمكننا دفع التحول المستدام لاقتصاداتنا والاستفادة من إمكانات الطاقات المتجددة. يمكننا إطلاق العنان للموارد المالية اللازمة من خلال بنوك تنمية متعددة الأطراف أكبر وأفضل وأكثر فعالية، وتخفيف عبء الديون بشكل أكثر فعالية بناء على الإطار المشترك لمجموعة الدول العشرين. معا يمكننا أن نضمن استفادة كل ركن من العالم على ثمار تقدم التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. ومعا يمكننا أيضا إصلاح الحكومة العالمية لتعكس عالم اليوم بشكل أفضل. إنني أتطلع إلى رؤيتكم في نيويورك في أقل من أسبوعين، وكما ذكرنا السيد الأمين العام مرارا فإننا نقف عن مفترق الطرق بين الانهيار والاختراق. أنا واثق من أننا سوف نتخذ القرار السليم. الأمر متروك لنا جميعا الآن للسعي إلى حل وسطي، وأن نظهر للعالم أن ما يوحدنا أكثر بكثير مما يفرقنا. أنا والرئيس مبومبا ممتنة لدعمكم، ويسعدنا أن نستمع إلى توقعاتكم. شكرا جزيلا.